Absolutely. So the meeting with أود التأكيد على أن المسلمين في نيوزيلندا يعيشون في أمان في الوقت الحالي. المسلمون كانوا وسيظلون جزءا هاما من المجتمع النيوزيلندي، فنحن كنيوزيلنديون مجتمع شديد التنوع والتسامح، فنحن من أكثر الدول تنوعا في العالم. نحن نقدر كثيرا الرحمة والتسامح، وهذا العمل الإرهابي الذي استهدف إخواننا وأخواتنا وأصدقائنا من المسلمين في نيوزيلندا يتنافى مع قيم المجتمع النيوزيلندي. لذا نحن حريصون على تعزيز التعاون مع الأزهر، وليعلم الجميع من نحن وما هي قيمنا وما نسعى له. نريد التأكيد على حرية ممارسة العقائد في نيوزيلندا، وعلى أن المسلمين آمنين عند ممارسة شعائر دينهم. يتجمع الكثيرون منا خارج المساجد، لأننا نريد أن نؤكد لهم أن الحكومة والشعب يؤكدان على أمانهم التام. نحن نعم، بالطبع كانت تلك هجمات إرهابية، يجب أن نسمي كل شيء بمسماه الحقيقي. ندين بشدة الإسلاموفوبيا ومعتقدات وأفكار هؤلاء الإرهابيين، وهذا سبب مجيئنا هنا للتأكيد على الحوار مع إخواننا وأخواتنا المسلمين، وأننا نتعاون لحمايتهم ليؤدوا صلاتهم بأمان. نشعر بالأسى للضحايا المصريين الذين وقعوا ضحايا هذا الحدث المأساوي، وتقدموا بالتعازي الحارة والمواساة لأسرهم، لأنها وكما قلت سابقا مأساة لنا جميعا.